السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منكم بخير الصحة والعافية والكرم. بالسلام عليكم يا الخير يا اهل الكرم، منورين ومشرفين على قناة سبيس تي في. النهاردة نلعب مع بعض زي ما انتم شايفين لعبة اكاريو او اجاريو او اخاريو او اباريو زي ما انتم عايزين. المهم اللعبة دي انا بصراحة من كام يوم بتدرب عليها، بس المشكلة ان هي صعبة شوية، فانا اتعلمت ان انا ايه اول ما الاقي نفسي هموت ما عملتش اي حاجة، بس للاسف التكنيك اللي انا ماشي بيه مالوش اي لازمه، ما بيعملش اي حاجه، فانا مضطر ان انا اتبع التكنيك تاني جدا. طبعا انا بتاسف على التيشيرت الاحمر اللي انا لابسه، الدنيا حر بطريقه غير طبيعيه. هو احلى حاجه انا بقدر اعملها ان انا اقعد افكك في نفسي كده اهو، ايوه اقعد اجمع اللي هو ايه، بحس انا باكتفاء ذاتي، انا بحس ان انا ايه قوي فظيع. ايوه بقى تعالى 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 لا ده البنانة، ده البنانة، ايوه ايوه اوكي. انا كده رجعت جامد، انا رجعت قوي، انا فظيع، انا شخرمنت. ايه اللي بيطلع ده؟ لا ده ما ينفعش يتاكل. طب احنا نقعد نلف حوالين بعض؟ يخرب بيتك. لا 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 ايوه 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 كده انا هاكله، انا كده هاكله. لا ده هو اللي بياكلني. اجري يا مرتي. لا 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 مش اخلاق النينجا دي، ثانيه بقى. لا 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 ايوه كده ايوه كده، الحمد لله رب العالمين كده هياكلني. كده هياكلني بس الحمد لله انا لحقت نفسي الاخر. اكاريو ياه، هو احلى حاجه انا بعملها ان انا اقعد ايه اقعد اعمل في نفسي كده، اقعد اوزع في نفسي واحد اكل في نفسي كده، واحد اكل في نفسي كده زي الفل. يلا كده البنانه، ايوه هو ده شعار البنانه. بنانه كل يوم ولا بنانه اي يوم؟ السيرفر ده غريب قوي، انا كده مركز التابك. لا مش مصدق، خليني بس افكر نفسي. لا 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 خليني افكر نفسي دلوقتي وحياه ابوك. ايوه ايوه انا اكلته انا اكلته انا اكلته. لا 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 يا رب اكله يا رب اكله. انا ماسك زي الفل. يا لهوي انا مش مصدق نفسي، انا السابع، انا السادس قصدي السادس. بارك دعاك يا اما، يا خراب ابيض الحيوان ده تقريبا هيتلم. طب ده هيساعدني ولا هيتلم عليا؟ لا لا خليني انزل انا. بيكاتشو يا بيكاتشو ابوس ايدك. لا ابعد 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 يا بيكاتشو، واحد ابوك واحد ابوك ما كانش بتعملش معايا الدنيا. تعالى ايوه تعالى خليني اكلك خليني اكلك عشان اكبر. تعالى انت ما تعيطش، انا اللي هعيط كمان شويه. والنبي من اول مره انا رجعت تاني بيت التامن. ايوه والنبي خليني اكلك خليني اكلك واحد ابوك. ايوه ايوه ايوه, أيوة. لا, لا 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 ايوه بس خليني ارجع الناحيه الثانيه بقى ورا. ايه اللي حصل؟ هاتوا لي الكلب ده، هاتوني على مكتبي. انا بقى مش نافع معاهم البنانه بقى، تعالى بقى نلعب لهم بقى يا فواهبي، نلعب لهم بقى من الحته الايه؟ الحته الطريه اللي في حياتهم، الحاجه الوحيده اللي هتخليهم ينخوا على طول. اول ما يشوفوا اي فواهبي هيوكلوني الشاهد، هيوسعوا لي الطريق، يقولوا لي تعالى يا صبري ابوس ايديك كلنا، وهم ما يعرفوش ان انا صبري، بس يفتكروني شاذ ولا حاجه. لا انا بلعب باسم هيفا وهبي، ابوس الواوا، ابعك الواوا، احضن الواوا، الكلام ده كله انتوا فاهمينه. انت بتعمل ايه؟ انا كنت بقول ايه؟ بوسي الواوا بس يعني ايه، مفيش اي حاجه مخل الاداب، خلينا بس ايه نفك نفسينا. ايوه كده الحركات اللي بحبها قوي، بعد كده نروح نجمع نفسي تاني. يلا بقى ايوه. طب احنا السيرفر اللي فيه ده كله عرب، المفروض بقى يبقوا عارفين مين هيفا وهبي ويحترموها. يعني هيفا وهبي دي المفروض يعني الوحيده الناس كلها بتعرف من الواوا، من الدم الوحيده اللي اول ما هيفا وهبي قالت بوسي الواوا كله سمع كلامها وبس الواوا، محدش قال لا. يعني الواوا بتبقى دم وقرف وبتاع وبكروكروم، لا وهيفا قالت بس الواوا كلنا بوسناها. ادي الاولاني اهو المركز العاشر، هيفا وهبي بركاتك هيفا وهبي. ادينا دلوقتي ماشيين اهو. ايوه ايوه خلينا بس نفكر نفسينا. اوبا في واحده اسمها رفيده، واحده اسمها رفيده مستخبيه في الركن في الكورنر. معلش بس ثانية يا رفيدة ما تقلقيش ما تقلقيش، احنا مش هناكلك مش هناكلك، احنا هنختصرك. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. عارفة وهبي؟ ايوه 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 ايوه. ايه ده؟ ايه الرزق ده كله؟ ده خير من عند ربنا. تعال هنا انت رايح فين؟ يا لهوي تعال هنا انت رايح فين؟ ايوه 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 ايه الشوكولاته الصغيره دي؟ ام ان امز دي ولا ايه؟ الواد اسمراني اسمه جي ال جي. المركز الخامس، المركز السادس،
يا جماعه والله العظيم انا بص انا حاسس ان انا التدريب اللي انا بضربه كم يوم هيجيب نتيجه. ايوه محمد عايز يوكلني وعايز ياكلني يا ابن ال يا ابن ال. انا كنت عارف انك واطي يا محمد يا واطي يا محمد يا محمد يا واطي. ايوه كده تعالى. مش مصدق نفسي محمد كان عايز يبقى واطي معايا بس الحمد لله رب العالمين رحت لديك على قفاه. بركاتك يا حاجة هايفة هايفة وهبي حبيبة الملايين كلها. بس احنا كده زي الفل احنا المركز الخامس ولا احسن مننا وبيحب هايفة اكتر مننا يجي واحنا نقول له يا عمنا احنا شيخين زي الفل احمد هيكوني احمد ولا ايه النظام هنعمل شي مع بعض. احمد يخرب بيت امك انا تعبت بقى والله يا رب بقى الحمد لله يا رب على كل شيء. انا سميت نفسي انت شرير مش هصدق نفسي اللي حصل ده. الواد بيساعدنا كلته. انا سميت نفسي انت شرير علشان كل شويه ياكلوني يحسوا بتأنيب الضمير ويفضلوا اكل فيا لحسن انا تعبت. انا بس محمد بتاكل ايه ده؟ ده انا لو ورك فرخه مش هيعملوا الناس مش هتعمل كده يا جماعه. ده انا لسه يعني على بس كويس انا احسن مركز وصلت له هو المركز الخامس تقريبا على السيرفر كله دلوقتي المركز التاسع زي ما انتم شايفين اهو. ربنا يستر. انت شرير انت وحش. اول ما حد يقرب يك ياكل مني اقول له انت شرير هو بعد كده فجاه ضميره يأنبه ويبطل ياكلني. يا لهوي يا لهوي. طب انا اعمل ايه؟ طيب اروح فين؟ وحياة ابوك لا ايوه اهرب. طب انا كده اتزنقت في الكورنر اعمل نفسك ميت طب انا بوكل نفسي بنفسي كده خليني اكبر يا رب ما حد يشوفني. انا مش مهم ان انا ابقى الاول. لا انا عايز ابقى الاول بصراحه عايز ابقى من التوب 3. انا دلوقتي العاشر دي احسن طريقه ليا. اخيرا خرجت من المأزق اللي انا فيه ده. كان حته دي مأزق صعب قوي. ايه ده؟ ده مين الشاب الظريف ده؟ تعال يا حبيب قلبي انت عايز تعمل تيم معايا؟ نعمل تيم مع بعض؟ لا هاكلك. مش عارف ليه طمعان فيك عايز اكلك. طب انت بتديني ليه؟ انا اصلا كبير تديني ليه؟ مش هديك انا حاجه. انا معفن انا اصلا كنت هاكلك وسبتك فانت احمد ربنا. الجيل المركز العاشر بيتحكم. بس ماشي بقى كده. ايه برنس؟ ايوه شوكولاته الام ان امز اهي. الواد انا بكرهه هاكله. ايوه بصراحه انا بكرهه الواد ده. لا 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 ده الواد اللي كان صغير. طب انا ما اكلتكش يا ابني الجزمه. انت كنت جنبي وما اكلتكش تروح واكلني يا معفن يا خرب ابيض. شوف خير انت تعمل شر انت لا. الدنيا ماشيه بدارها وحطت علي وقالت لي لما سالتها انت الضحيه. انا ماشي بقالي 3 ايام بلف حوالين نفسي. انا لو بنور على سندوتش جبنه رومي في زباله هلاقيه. ايوه كده يلا سمبوسه. لا سمبوسه لا سمبوسه بلاش التحرش. وحياه ابوك انت لا 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 ايوه كده ابعدوا عني يا ولاد الشريرين. انت شرير وانت شرير انتوا كلكم شيلوني. انت كلب انت كلب باباك كلب مامتك كلب. لا لا عيب 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 مفيش كلاب هنا اهو. يا بوبي ايوه ايوه تعالى تعالى ايوه ايوه انت وقعت من السما. تعالى بقى هنعمل اكلنا بقى هنعمل تيم. ايوه ايوه تعالى تعالى خد خد الحاجه بتاعتك. ايوه ايوه بس عايزين لكن انا هنعمل تيم وراح نوكله. ايوه كده اهو ايوه وروح واكل كده. الله هو ده الخطه الخبيثه. الخطه الخبيثه الخطه الخبيثه نوكلها كمان كده كده اوكي اوبا. الواد ده ما بيحرمش. هو الواد ده اللي اكل هيفا والله لك ايه. ايوه لا 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 هو انا كل ما اكل واحد كبير يطلع واحد اكبر منه. خليني امشي انا كده بقى عشان كده اسيب الواد اللي اسمه بتاع ده اسيبه في حاله علشان انا ابقى كده زي الفل. بس كده
انا كده زي الفل المركز الثامن على السيرفر كله المركز السابع عاش يلا بقى المركز السادس اوبا مش عارف بزيد في المركز ازاي ايه الكفته دي وانا ما باكلش حد اصلا هما بياكلوا بعض فانا اصلا كده كده بعرق المركز الخامس اخيرا من توب فايف ايوه 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 كده بس كده على بالي وادي بس اكني بوكله اكني بوكله تاني وانت اصلا بص اكني بوكله وروح واكله انا كل مره اعملها فيه الواد ما بيحرمش كل مره اوكله اوكله حبه كده راح هو داخل في الطعم ايوه تعالى بقى انت كده وكلك انت بس حبة صغيرين اكلنا نعمل تيم يا لهو ده انا فتحت بوت لا والله لا 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 يا خرب ابيض يا خرب انا فكيت نفسي بدري خالص ايه الغباء ده لا لا ابعد 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 خليني لا موجوع قلبي وانت ايه انت رايح فين؟ الفيديو خلص بس احنا اللي اتفقنا عليه ما عملتوش اللايك بتاعك بقى يا معلم انت عارف اللي فيها اشترك وسيب كومنت قول لي على اللي انت عايز تقوله بقى عجبك الفيديو ولا ما عجبكش شيل اصحابك حب قلبي وهبوسك